العراقيون المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية ليلة الميلاد المجيد بقداس مهيب حضرته السفيرة العراقية في الأردن السيدة صفية السهيل. سعادتنا غامرة لهذا العام، حققنا انتصار كبير وسيكون لدينا حقيقة أمل كما هو موجود اليوم بعودة النازحين المهجرين وإعادة الإعمار، لذلك العيد عيدين مثل ما يقولون. عام ميلادي جديد نستقبله ولكن بنكهة خاصة، نكهة النصر والاستقرار إن شاء الله. هنالك أكف دائما ترفع إلى الباري عز وجل سائلين الاطمئنان للجميع. ابتهل الجميع من الباري أن يحفظ العراق وأهله وأن يعم الأمن والأمان ربوعه وأن يعيدهم إلى ديارهم بعد أن هجروا من قبل عصابات داعش. من جهة فرحانين من جهة متألمين لأنه إحنا بعيدين عن أهلنا وعن بلدنا، خصوصا اللي ما جرى عليه وطلعنا غصبا علينا، ونتمنى أكيد أنه نرجع والسنة الجاية نحتفل بين أهلنا ونبني بلدنا ونلتقي بكل أقاربنا، ونتمنى طبعا انه ان ترجع الالفه والمحبه بين كل طوائف الشعب العراقي. يعيش في الداخل الاردني ما يزيد عن 740 الف لاجئ من جنسيات مختلفه تصل الى 40 جنسيه. تاتي الجنسيه العراقيه في الترتيب الثاني من ناحيه العدد، بحيث ان عددهم قرابه 50 الف، منهم 20 الف هم من الفئات المحتاجه. الاحداث المتواليه في العراق، الازمات جعلت هذه الارقام تزيد من ناحيه اللاجئين العراقيين، لكن نحن نواجه بشكل مستمر نقص الدعم الكافي حتى نلبي احتياجاتهم بحيث يعيشوا باستقرار وأمان. يذكر أن العديد من إخواننا المسيحيين قد وصلوا للأردن بأعداد كبيرة ويحتاجون إلى دعم كبير بعد أن ضلت بهم السبل وفقدوا بيوتهم ومن يحبون. أجراس الكنائس رجعت إلى سابق عهدها بعد طرد عصابات الظلام، وهي الآن بانتظار المصلين ليشكروا فضل الله وليرددوا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.